يصير عندكم بدنجان كثير ومو عارفين إيش تسووا فيه؟ الحلقة الثالثة. عندي بقايا لحم مفروم من الباستا وبدنجان، فرح أسوي لفائة في البدنجان. الصوص: ليمون وطحينة وعلبة زبادي، ملح، فلفل أسود، ونحرك ونيجي على البدنجان. أقص البدنجان شرائح طولية، خلوها شوية عريضة لأنها حتدخل فرن وحتصير أرق من كذا. أسخن الفرن على درجة حرارة عالية جداً عشان لما يدخل البدنجان فيه يستوي بعدين على راحته. صفيت شرائح البدنجان الصينية فرن وحطيت تحتها ورق زبدة علشان ما يلصق وأكون مطمنة. وزعت عليهم زيت الزيتون من كل الجهات فوق وتحت. بعد ما خلصت توزيع زيت الزيتون عليهم رشيت ملح بس ما صورت. دخلتهم فرن، راح ياخذوا راحتهم وما ينطبخوا. لا تنسوا البدنجان لازم ينطبخ كويس، تأكدوا كل شوية تقلبوهم علشان لا ينحرقوا، عشان ينطبخوا بشكل صحيح. مو تجوا بعدين تقولوا يا كيف تاكلي بدنجان، ترى طعمه لذيذ بس اطبخوه صح. بعد ما شفت انه البدنجان استوى بس مو صار لين مرة لدرجة انه يتفتفت بيدي لانه لسه حيدخل فرن مرة ثانية، راح اطلعهم واستناهم يبرد شوية قبل لا ابدأ لف. حطيت حشوة اللحم المطبوخ داخل البدنجان ولفيتهم كويس، لا تكثروا حشوة عشان ما تطلع، وصفيتهم صينية بايركس. بعد ما خلصت صف سكرتهم بقصدير ودخلتهم الفرن مرة ثانية. ليش دخلتهم الفرن مرة ثانية؟ علشان ياخذوا طعم اللحم وينطبخوا أكثر ويصيروا لينين جدا. راح أوريكم طريقتين أحب أكل فيهم البدنجان، يا أما يتاكلوا مع رز، أنا هنا الرز حطيت عليه مكسرات منقوعة عشان يعطي قرمشة شوية مع البدنجان لأن البدنجان لين، وحطيت عليه صوص الطحينة اللي كنت مجهزته. طبعا هذا الصوص هو اللي دائما أسويه، هي نفس الوصف كل مرة لأني أحبه وأكثر واحد ينفع معه. الطريقة الثانية في الأكل هي مع الخس، وهذه أكثر طريقة مفضلة بالنسبة لي. اختاروا نوع خس أنتم تحبوه، بالنسبة لي أفضل الخس الأمريكي المدور لأنه دائما يكون طعمه حلو. حاولوا ما تتكسر منكم الأوراق وخذوا قصة طويلة. حطيت فيها البدنجان وحطيت فيها الصوص ولفيتها وأنا عافية.